هي المدينة المضيافة تغيت في ولاية بشار، مدينة ساحرة بجمالها تبهر الزائرين، وزيارتها كمنطقة سياحية يتطلب ثمناً، ولعل ثمنها بالدرجة الأولى تكاليف الإقامة التي يجدها البعض مرتفعة جداً. جاي من المستغرب ما باش نفوتوا العطلة هنا بعدين، لكن الحاجة اللي لاحظناها يعني الأسعار يعني مرتفعة جداً، لازم يعني دراسة الأسعار. بس تبغى غرفة مثلاً يعني توليداتك يعني غرفة صغيرة 9000 دينار في الليلة يعني بزاف. البعض من سكان المنطقة وأمام نقص المرافق لاستقبال السياح حولوا بيوتهم إلى مأوى للإقامة والراحة. هذه دار جدودي كما نقولوا، وبكري كانت كما نقولوا كي الزاوية، ودروك ولا عندنا هذا البيت نتاع السياحة، ورانا في التراديسيون المزام مادام أنا مخلينها شوية تراديسيون باش الناس كي تجي يعرفوا الناس كيفاش كانوا عايشين ويحسوا بالناس اللي أفو كيفاش كانوا عايشين جدودنا. الأسعار على كل في الحقيقة الأسعار في متناول جميع شرائح، لأن هناك أسعار تروح ما بين 200 ما بين 200 دينار إلى غاية يمكن 20,000 دينار. ضيوف تغيت وجدوا ضالتهم في مثل هذه البيوت، لا سيما الخدمات التي يوفرها أصحاب المبادرة. بكري نقولوا بارتو، نقولوا الإنسان كي يدخل البلاد يلزم يدخلها بولادها. الحظ تاعي أنا تحت معولة تغيت، الحظ تاعي تحت معولة تغيت يعني دو بير دو فيس. شاك جور جو ديكوفر حوايج هكذا كي مو بوس أنكور عايف لي شي باش نزيد ديامات ثاني، نزيد ديامات. أهل قريش أدرى بشعبها. سيدي أنا جيمري بيان كو لي جون communique avec les gens du bled, ça veut dire أهلها. ونتمنى أن حنا الجزائريين هاد الناس اللي راهم هنا احنا نعاونهم، ça veut dire nous les touristes algériens envers le tourisme algérien dans le bled algérien. يرى العارفون بأمور السياحة أن فكرة بعض سكان تغيت جيدة، لكنها بحاجة إلى إطار قانوني ينظمها ويحفظ حقوق كل طرف، وعلى سلطات بشار أن تشجع المبادرة لامتصاص نقص المرافق وتوفير خدمات سياحية أوسع في قطاع تعول عليه الدولة.